بملعب بن جلون تجمعت عناصر الوداد الرياضي قبل الذهاب لمركز ويلنس ببوسكورة لخوض آخر التدريب قبل شد الرحال إلى مصر الأربعاء لمواجهة الأهلي المصري في ذهاب نهائي دور أبطال إفريقيا. بعد أن حقق الأهم وتأهل عن جدارة واستحقاق للنهائي، عقبة كبرى تنتظر الواك لبلوغ حلم الكأس الذي طالما راودته منذ أول تتويج سنة 92، عقبة ليست إلا الأهلي المصري. غتكون مقابلة صعبة بحكم لعبنا فريق كبير، فريق المصري كلش عارف القوة ديالو، ولا سيما التصحوة الأخيرة يعني فاز بحصة ثقيلة استجد فريق كبير، فريق نجم الساحلي. هادشي تنظن غادي يكون حافز لنا باش نجمعوا الأوراق ديالنا ونعرفوا كيفاش نجيو الأمور ديالنا إن شاء الله، ونبدا باش نخرجوا بأقل أضرار في هذه المقابلة. بقات خطوة بالنسبة للفريق الوداد، وخصيصا حنا اللاعبين حاسين المسؤولية اللي موجهة لنا. نتمنى ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن المغاربه كاملين باش نجيبوا هذا اللقب اللي غالي غالي جدا على جميع مكونات الكره المغربيه. المعنويات في القمه وعناصر الحمراء تخطط لبلوغ سقف الاحلام في ذهاب صعب وشاق للغايه قبل الحسم في اللقب خلال مباراه الاياب. هاد المقابله بالنسبه لهم غيبغي ينهيو كل شيء تما، يعني غيكونوا عارفين المقابله ديال العوده غتكون صعيبه، غيبغيو يقتلوا الماتش تما ويديو يعني تما كما تنقولوا يحتفلوا بالكاس تما، ولكن حنا هادشي ما غاديش ننزلوا يدينا بحكم اننا خدينا درس كونتر الزمالك فاش خسرنا باربعه، يعني ما غاديش نمشيو غننزلوا يدينا، يعني حتى حنا غنحاولوا اننا نسجلوا تما ان شاء الله، بس في المقابله ديال العوده نلعبوا واحد الارتياح ان شاء الله ونهديو اللقب للجماهير الوداديه اللي متعطشه ان شاء الله لهاد السنه ان شاء الله لهاد الكاس هذا. بعثة الوداد سترحل إلى الديار المصرية وكلها طموح للعودة بأكبر المكاسب في موعد هام للغاية.